لسه مع حضراتكم في مصنع ميديكو للأبواب المصفحة بالعامرية في محافظة اسكندرية. دلوقتي هنقابل أحمد رجب الدسوقي مدير الإنتاج والتصنيع في مصنع ميديكو للأبواب المصفحة وعضو مجلس الإدارة، وهيكلمنا عن رحلة الإنتاج للأبواب المصفحة المصرية والفرق بينها وبين الأبواب التركية والإيطالية. أستاذ أحمد رجب الدسوقي، حضرتك مدير الإنتاج وعضو مجلس إدارة ميديكو. تمام. قبل ما نعمل أي حاجة في المصنع، إحنا كده داخلين على مراحل التصنيع، ولكن أنا لفت نظري عدد المصانع اللي شغالة معاكو في إكسسوارات الأبواب عشان تقدر تعمل باب شكله حلو، صح ولا لا؟ مظبوط. ما هي دي الديكور بتاع الباب. كم مصنع شغال معانا عشان نعمل كل الحاجات الديكورات اللي حوالينا دي؟ إحنا تقريبا عندنا 6 مصانع شغالين معانا، ابتداء من المقابض اللي موجوده في الستاند دوت. كل الكلام ده صناعه مصريه؟ لا، في منه صناعه مصري وفي لا. الستاند ده بالكامل صناعه مصريه. ده بالكامل صناعه مصريه. وفي الستاند اللي قدام الابواب هنا برضو ده صناعه مصري كله. ده هنا ايه؟ ده المقاطع دي قطاعات الابواب، قطاع ميديكو اللي احنا بنبينه للناس، اللي عليه الختم بتاعنا. وفي حاجات بيبقى فيها صف حراري طبعا، وفي حاجات اللي هو الهاني كام، وفي حاجات من غير، وفي حاجات عليها السيراميك وول. وده كله استاذ محمد تعالى افرجك عليه. الخباطه دي متصنعه في مصر. الخباطه دي؟ ايوه. والمفصله دي كنا بنستوردها، بطلنا نستوردها وبنصنعها هنا. الاستنباط بتاع الحاجات دي انت اللي بتعملها للمصانع؟ انا بعملها، بشجعهم علشان يشتغلوا. وبدل ما استورد في الاول، هو بيكون مفكر ان انا مش هنتج باستمرار. هنا متهيالي دي طبعا عملنا استنباطها واشتغلنا عليها. دي السكاكات بتاعت الباب اللي هي بتتاكل لون. بالكامل عملناها هنا كلها. دي لا، الكوالين بجيبها من بره. طب الكوالين دي في امل تتصنع في مصر؟ خدت وعد من مدير مصنع الاهرام ان في شهر 12 ان شاء الله ينتجوا اول انتاج، وهيكون كله ليه بجد. اتمنى لان ده هيخلي الباب بنسبه 100% مصر بجد. بنسبه 100%. ده الباب اللي احنا خبطنا عليه وعدت عليه العربيه، صح؟ ده الباب اللي احنا خبطنا عليه وعدت عليه العربيه. طب خليني اقول لك على حاجه بقى. اتفضل يا فندم. معلش. اتفضل. انا عايز ادافع عن صناعتي. اتفضل. ده الباب المصري. مظبوط. وده الباب التركي، الورق التركي. تمام. معلش، مع احترامي يعني. ايه العيوب اللي احنا شفناها؟ وانا عارف ان في عيوب في الباب التركي وقررنا ان احنا نصلحها هنا ونجحنا في كده. الحلقة بقى نمشي بقى. يعني عندنا اكتر من عيب، احنا رصدناهم بعد شكوة العميل او شفناهم قبل ما العميل يشوف. اول حاجة النوع، اداء الوظيفة للباب. اداء الوظيفة، اداء الوظيفة. دي اهم شيء. الباب ده الصراحة في عيب هندسي شديد، الظرف مش في الحل. المفصلات بتاعته لحام على وش الحل، ودي بتعرض، الشكل بيكون وحش والظرفة تلاقيها بتزيق، وممكن اللحام يقطم. فاحنا يقطم. طبعا يقطم، لانه على الوش. لو اتعرض في اماكن ساحليه او على الروف مثلا او بره في الفيلا، ايه اللي هيحصل؟ صد وراح، هيصد ويقع. فاحنا تلفينا ده في المنتج الجديد قطاعات ميديكو، عملنا مفصله تكون رباط، وانا عرضت دوت لحضرتك. بالنسبه للباب من حيث الاداء الوظيفي برضه، الدرفه من جوه فاضيه، بتعتمد على ايمين وراس وعتبه واربع عمدان في النص فقط لا غير. اربعه بروفايل، الاربعه بروفايل ما بينهم فاضي، كيان الدرفه مش موجود. اما انا عملت الباب الجديد مستند للباب الحريق اللي انا واخد بيه شهاده، مماثل لباب الحريق، ولكن زودت عليه الديكور علشان احسن واخليه زي باب الشقه بالظبط. فاذا الباب بكل اختباراته، الباب بقطاع ميديكو الجديد اللي احنا بنقدمه بثلاث فئات، عازل للصوت، عازل للحراره، مقاوم للحريق، ضد الاقتحام، موضه طويله، بيساوي كمان عندنا لا يقل عن اربع مرات ضعف اقوى من اي باب انا ذكرته. ان كان ايطالي او ان كان حتى تركي. دي بداية التصنيع، صح؟ دي اللي بتقطع. دي فعلا بقى بداية التصنيع، بعد ما يخرج الورق
من المكتب الفني يجي للفايبر ليزر كاتنج يبتدي يقطع هنا بناء على تعليمات المكتب الفني، بعدين ينقل خطوته حسب الاتجاه بتاعه. ان كان محتاج تخريم بيتنقل للمكنه الثانيه اللي هي مكنه البنش. هنا بيتاخد الاوردر يتنفذ هنا صح كده؟ بعد ما بيترسل في المكتب الفني بيتحول على دي اكس اف على فلاشه، بيتحط هنا على الجهاز، ثم يبتدي التشغيل عليه على الليزر. الهيد بينزل عليه وبيعمل الرسم، بينفذها بالظبط. طب انت لما تطلع، خليني اقول لك حاجه، لما تطلع بباب ما فيهوش اللحامات اللي احنا بنهرب من شكلها بالابواب الصيني والتركي اللي حامل شكله غريب ده بالظبط، وتعمل له باب بيتربط بمسامير ومحترم وممكن يتركب في بلد اللي انت بتفضل لها بالظبط، ده فرق معاك في المبيعات ازاي؟ فارق معانا جدا، وفارق احترام الناس والمجتمع الاوروبي لما بنعرض عليه المنتج بيكون مبسوط جدا ومش مصدق. واحنا ان شاء الله السنه الجايه، ممكن السنه اللي بعد الجايه، نشترك في معرض في ايطاليا نبيع فيه ابواب مصفحه مصري ونرفع علم مصر، وعشان ما حدش يستقل بمنتج البلد ولا بشباب البلد ولا بالطاقه اللي عندنا، الطاقه الابتكاريه او الانتاجيه او الكفاءه الصناعيه لأي شيء. احنا ما بنقلش عن اي حد، احنا هنحط راسنا براس كل العالم. والنهارده بتعمل كم شكل الابواب؟ انا شايف عدد لا حصر ليه يعني. لا احنا ما شاء الله عندنا اكتر من 120 موديل جاهزين في الاستوك، ودي نقطه مهمه جدا. انا تقريبا 120 موديل موجودين جاهزين للتحميل بكل الفئات، 1 كالون و2 كالون و3 كالون بجميع بمختلف الاسعار، فضلا عن الجاهزيه الكامله في مخازننا في القاهره واللي هنا في الاسكندريه. يعني بتحط في المخازن كام باب جاهز؟ ما كل دي فلوس انت حاططها في مخازن. لازم اجهز للسوق. كام باب مثلا؟ في 2000 باب في القاهره. دايما جاهزين؟ جاهزين دايما. كل اللي ورا الكاميرا ده انتاج يوم؟ يعني طبعا. كل اللي احنا شايفينه ده انتاج يوم؟ طبعا. ما شاء الله بجد. يعني بالليل كل ده اتقفل خلاص واتركن في المخازن؟ لازم. احنا يعني اللاين بتاعنا ماشي بالتفصيله دي. احنا بفضل الله زي ما انت شايف احنا عندنا 2 ليزر بيقطعوا لنا بس، وعندنا مقص بيقطع لنا بس، عايز مصنعين وراه عشان يطلعوا شغل. طيب باشمهندس، خلينا بقى نوضح للناس الفرق ما بين الباب المنزلي والباب اللي هو المصفح. في ناس عايزه باب منزلي عادي، وفي ناس عايزه باب مصفح بجد. نفرق بين ده وده ازاي؟ لو كلمتك على مفهوم السوق هتعرف ان في فرق. يقول لك باب مصفح تصفيح كامل ونص تصفيح، هو ده الفرق بين الباب رقم 1 وباب رقم 2. ايوه الكلام ده الصراحة مش حقيقي. ده بكام وده بكام؟ الله ينور عليك. و9 سنتي و11 سنتي و10 سنتي في تخانة الظرف، وكل ده ملوش أي قيمة. التصميم الهندسي هو كل حاجة. قطاع ميديكو اللي حضرتك اختبرته بنفسك هو ده القطاع اللي مصفح حقيقي بمعنى الحرف وبالاختبار. باب مقاوم للاقتحام، هو ده كلمة باب مصفح. بيقدر يقاوم الاقتحام مدة قد إيه مع استخدام آليات إيه عشان تفتح الباب؟ هو تقريبا كل حاجه بتتفتح، بس في حاجه بتصعب فتحها لمده زمنيه اطول جدا مع استخدام معدات كتير. اما ابواب الحريق، الفرق ما بينها او ابواب الفاير دي، بيكون ابواب صناعيه او ابواب خدميه مش للسكن، يعني ما عليهاش الوش الخشب الجميل اللي حضرتك شايفه ورايا او قدام حضرتك. اللي بيبقى فيها الباب البانيك بار الدراع مثلا اللي بتتضغط دي، دي بتبقى على السلم علشان الامان اكتر. في مستشفى زي باب اوضه العمليات بنعمل ابواب ستانلس ستيل علشان التعقيم، او ابواب المعامل وهكذا. واحيانا مدارس، عاملين مدرستين في السعوديه ابواب كلها معدنيه، بيكون ليها الدور كلوزر وكل الاكسسوار بتاعها. النهارده المقاوم المحلي عندك بقد ايه؟ يعني احنا عندنا مقاوم محلي للباب تقريبا 100%. انا فاضل لي الكالون،
الكالون فقط لا غير. جالي الكالون خلص 100% مصري، 100% مصري. الخشب بيتعمل هنا، الحله بتتعمل هنا، الكاوتش، الكاوتش بيتعمل هنا، المقبض بتتعمل هنا، الاوكره بتتعمل هنا، الحديد من هنا. كم مصنع بيشتغل معاك ده؟ حتى المسمار اللي انت بتربط بيه الباب اللي هو بدل اللحام، وده اختراعك. اي كل الكلام ده انت عملته طبعا بقى مصر النهارده، صح ولا لا؟ كم مصنع شغال معاك؟ 6 أو 8 مصانع احنا شغالين معاهم، في الرابر، في المقابض، في الاوكره، في الاخشاب طبعا. كل ده بقى مركز معاك في الصناعه دي. كل ده والحمد لله ربنا يوسع كل بيكبروا معانا زي ما احنا ما بنكبر. احنا ما بنكبرش لوحدينا، احنا ورجالتنا والناس اللي بتعاوننا وبتكمل الصناعه بتاعتنا. تاني حاجه برضو يا استاذ محمد، بنعمل ابواب خاصه للدول العربيه. زي الباب اللي احنا واقفين قدامه ده. لو يعني جيت شفت حضرتك باب الدول العربيه الحل يعني. ده عريض يعني. طبعا الاستاندر في مصر غير الاستاندر بره مصر. هنلاقي ان الابواب في السعوديه الاستاندر بتاعها عرضها 1.10 متر وارتفاعه 2.25 متر، اعرض واطول، فضلا عن الحلق. بنعمل الحلق ده دبل، يعني هتلاقي البار ده من بره الشقه ومن جوه الشقه، وبيفتح ويقفل على اساس يغطي جدار عرضه من 28 ل 36 سنتي او حسب طلب العميل. احنا تقريبا كل حاجه احنا بنعملها حسب اي مواصفه تقدر تعملها لاي دوله في العالم تقدر تعملها. اي وعملنا القبرص وعملنا ليبيا وعملنا الجيبوتي، مواصفات غير بتاعتنا خالص وستاندر غيرنا وبمفهوم مختلف للباب. واحنا في مصنع ميديكو بالعامريه قابلنا بعض الموزعين للابواب المصفحه اللي بتنتجها شركه ميديكو على مستوى الجمهوريه. تعالوا نقابل حسن سعد وهو موزع بمدينه بدر. أستاذ حسن سعد، حضرتك موزع وتاجر في مدينة بدر. نعم. المدينة تقريبا كلها بتتبني، صح ولا لا؟ بالظبط كده. وبعدك كمان نور، وقدامك الناحية التانية العاصمة. بالظبط كده. صح؟ مظبوط. مش عايزين ولا باب مستورد. نعمل إيه بقى؟ هنشتغل مع الشركة دي. يعني شركة ميدوكو بصراحة أنا من أشد المعجبين بيها. الشركة دي الناس دي بدأت بـ 30% مكونات في الباب ده. بيطوروا، عندهم طموحين، بيطوروا المنتج بتاعهم لما وصلوا 90% تكوين الباب ده. محلي. باب محلي، باب ما فيهوش مشاكل، تسكيكه مظبوط، باب النهارده التركي وزنه بيوصل ل 50 كيلو، الباب بتاع شركه ميدوكو النهارده وصل ل 80 85 كيلو، زائد ان هم حاليا بيصنعوا حاجات تاني جديده، باب صلب في صلابه من جوه، التصفيح بيوصل 100% تصفيح من الداخل، ودي ميزه طبعا. لذلك انا برضو لما بشوف السرقات عندنا والناس اللي بتسرق الشقق والكلام ده كله، الباب ده بيصعب عليهم على الحرام، يعني الحرام ما بيعرفش يسرق الباب ده. تسكيكه كويس، تكفيله كويس يعني، وانتشر بطريقه بصراحه بشهاده من العملاء بتاعتي. انا بوزع في الشروق. عايزين الناس ما تقولش عايزين باب مصفح، عايزين باب ميدكو المصري. النهارده كل بيطلب الباب ده بالاسم على فكره، يعني العملاء بتاعتي انا جبت ابواب مش ما فيش داعي ذكر اسمها رفضت الباب ده، لكن الباب ده تحديدا بيشوف الاسم ميدكو بقت ماركه عندي موجوده حاليا دلوقتي. الناس بتطلب عايزين باب ميديكو. محمود أدري موزع لأبواب ميديكو المصفحة في منطقة عين شمس، وبيتعاقد على أبواب مصفحة لمحلات الأبواب في عين شمس والمطرية والزيتون ومصر الجديدة ومدينة نصر. تعالوا نسمع شهادته. محمود أدري، حضرتك تاجر وموزع للأبواب المصفحة من عين شمس، وبتوزع في عين شمس، وبلوجر، صح ولا لا؟ بالظبط. أيوه. نتكلم بقى عن منتجاتنا الوطنيه، ورينا لما بلوجر يتكلم على منتج وطني يقول ايه. بالنسبه للمنتج الوطني بتاعنا، انا اشتغلت في التركي الاول وبعد كده نقلت واشتغلت على المصري. لما عملت مقارنه ما بين المصري وما بين التركي، لقيت انه الباب المصري اعلى في الجوده من الباب التركي. نفس الكوالين تقريبا، نفس نوع الكوالين الهوك اللي بنشتغل بيه. الصاج بتاع التخانه، الصاج اللي عندنا 2 مللي اعلى او مللي ونص، الفريم الخارجي والداخلي بيبقى 2 مللي اعلى من الباب التركي. نسبه الخطا في التصنيع عندنا تكاد تكون صفر. انت بتوزع في عين شمس للمحلات وشركات التصنيف؟ شركات، محلات، والكومباوند لو كومباوند عاوز يعمل، عاوزين كميه او كده بشتغل برضو معاه. طيب كبلوجر بقى، تمام، مفيش مره مسكت الباب كده قعدت تشرح للناس يعني ايه باب وطني، يعني ايه باب مصري، يعني ايه باب 100% مصفح بايادي مصريه، عماله اكتر من 150 200 عامل شغالين جوه عشان يعملوا الباب ده؟ تمام. هي الفكره كلها ان الباب المصري افضل كتصنيع، كجوده افضل، لان الباب متاح معايا في اي وقت انا محتاج الباب المصفح متاح، عكس المستورد. انا لما بحتاج المستورد تقريبا ممكن استنى الشغل جاي من بره، لا هستنى اسبوعين 3 4 شهر، لكن الباب المصري متاح معايا في اي وقت من السنه واي كميه انا محتاجها.
واشكال متعدده واشكال متعدده، ابواب طوارئ، ابواب سلالم، ابواب مستشفيات، كل ده موجود، ومقاسات مختلفه، اسعار مناسبه لكل حد، واخد اعلى الشهادات. بالظبط. انا عايزك تقول الكلام ده للناس. تمام. الناس لازم تسمع. انت هتدعك يا عم. انا بوصل ده. احنا واثقين فيك. انا بوصل ده للناس اكيد اكيد. تعالوا بقى نقابل اسلام عبد المنعم. هو كان بيشتغل في الابواب الصيني والتركي والايطالي، وقرر تسويق ابواب ميديكو المصفحه لانها فعلا صعب منافستها في السوق المحلي. استاذ اسلام عبد المنعم، حضرتك تاجر وموزع للابواب المصفحه، صح كده؟ صحيح. المشوار عامل ازاي؟ كم سنه يعني في الشغلانه؟ شغال في المجال بقالي 11 سنه تقريبا، من 2013. 11 سنه. ده انت مريت بالمستورد بكل انواعه، والصيني والتركي وكل حاجه. تمام. الباب اللي قدامنا ده مقارنه بينه وبين التركي، هنا كتشكيله الاكبر ما شاء الله، اكسسوارات ومتانه هي نفس الاكسسوارات. بالعكس، المتانه، نقطه المتانه ودي مهمه قوي بالنسبه للعميل عموما. المتانه هنا سمكه الصاج والصلابه بتاعته اعلى كتير من انواع كتير مستورده، فده بيخلي العميل لما انا اعرض عليه المستورد واعرض عليه الباب اللي قدامنا ده منه نفسه يقول لا هناخد المتين ده. طب السعر منافس بقى ليا؟ جدا جدا. في يعني الباب اللي قدامنا اقل حوالي 30 25 35% على حسب العرض والطلب. يعني الباب المحلي هنا ارخص 25 30% من المستورد. مظبوط. واحيانا 35% اقل كمان، ومتانه اعلى كتير. طب احنا زمان كنا متعودين، لغايه النهارده متعودين، مع الباب الخشب بسكينه بنفتحه لو قفل. مظبوط. ده هنعمل معاه الدهيه ده. بص حضرتك، زي ما قلت لحضرتك برضه، ده تهمه في الشيل. اتعامل مع باب مصفح معامله ايه؟ زي ما انا بشتريه علشان خايف على نفسي اخاف منه، لان التعامل معاه مش سهل، ودي ميزته وده عيبه. فعيبه ان ايه؟ بيحتاج عنف، ويحتاج الات حاده، ويحتاج فني محترف، وده بيرجع بقى للمكان اللي حضرتك شاري منه. فلازم يكون مكان قريب موثوق فيه، هيديك خدمه ما بعد البيع. عنده الفنيين بتوعه، لو وقعت في مشكله يقدروا يحلها لي. بالظبط كده. ان انا افور كالون او كده سهل ولا صعب في الباب مصفح؟ لا مش سهل جدا. مش سهل، سهل. لازم حد متخصص، لازم عشان حد يحافظ على الباب. بالظبط، حد فاهم عارف يعمل ايه علشان ما يشوش الباب. احمد حسن، موزع لابواب ميديكو المصفحه في محافظه المنيا، ومنها انتشر في كل محافظات الصعيد. جدع وبيشتغل ليل ونهار، ركزوا معاه. احمد حسن. احمد حسن، صح؟ تمام. قالوا ان انت وحش المنيا. الحمد لله، ما شاء الله عليك. الحمد لله. والابواب المصفحه المصريه نزلت بها الاسيوط وسوهاج لغايه اسوان كمان، صح ولا لا؟ جميع المحافظات الحمد لله، جميع مراكز المنيا كلها الحمد لله، واسيوط معايا الحمد لله. فهمني بقى، الابواب المصفحه انت بقالك كام سنه شغال فيها؟ ديني 7 سنين في المصفحه. 7 سنين. 7 سنين. يعني برضو المستورد بدات بيه. المستورد بدات بيه. النهارده لو قلنا استهلاك المستهلك المصري من المستورد مقارنه بالمحلي كام لكام؟ 60% و40% مستورد. ليه بقى ال 40% دول؟ ليه لسه في حد عايز يستخدم المستورد؟ هي المشكله بالنسبه للعميل عامه، يعني هو كشعب مصر كله عامه عنده عقده الخواجه. هو بالنسبه له ان هو يشوف الخيط على الباب ميدل ان تركي بيبقى مرتاح اكتر للتصنيع المحلي. والله ورق، والله ورق. انا عارف، والله انا بقول لك، انا كشخصي تمام، الباب ال 11 سم شركه ميديكو افضل 100 مره من ال 11 سم المستورد. الصاج اتجل تمام، وبي اهم من الكلام ده كله، اهم من السعر تمام، خدمه ما بعد البيع. يعني معلش اي مشكله بتحصل معايا، مثلا ترمبه علقت تمام، اي حاجه مشكله في الباب، برجع للشركه تمام، بترجع لي الترمبه، بتديني ترمبه غيرها. العميل اهم حاجه ما يشتكيش عندي. لكن انا بالنسبه لي انا صعب بالنسبه للباب المستورد تمام، ان انا ارجع له ترمبه اقول له دي مثلا مش شغال او دي عطلانه والكلام ده. مصنع ميديكو للابواب المصفحه اللي انشاه آل الدسوقي، صرح صناعي ضخم بيستلم صاج ويحوله لابواب مصفحه بجوده متميزه وبسعر منافس، وبجد يستحق الاشاده والتقدير والحمايه كصناعه وطنيه متميزه.